عمرو ورده اكيد من اللاعبين اللي دايما بيكونوا مثيرين للجدل داخل الملعب وخارج الملعب. احنا عارفين ان الاسبوع اللي فات اتكلمنا على عمرو ورده والحادث اللي تعرض له من سطو او محاوله سرقه، لكن عمرو ورده جري بسرعه بعربيته وقدر ان هو يفلت منهم، امر اللي خلى الحكومه اليونانيه تفرض حراسه على عمرو ورده. وكان احتفاله في المباراه اللي بعديها كان رد، وكلنا هنفهم احتفال عمرو ورده ليه بنربطه بحادث السرقه. عمرو ورده احرز هدف رائع جدا في مباراته الاخيره، وبرده عمرو بيحاول بشده انه يبقى موجود مع منتخب مصر في الفتره القادمه استعدادا لكاس العالم. كل اللاعبين كله بيحاول ان هو يكون موجود في الحدث الاكبر بالنسبه للمنتخبات في العالم كله. عمرو ورده بعد احرازه للهدف بيرد على الحادث اللي تعرض له او حادث السرقه اللي تعرض له باحتفال دمه خفيف جدا، واحنا عارفين ان المصريين دايما بيكون ليهم بعض اللقطات المثيره للجدل. تعالوا نشوف هدف عمرو ورده واحتفاله بعد الهدف. Στέλνει την μπάλα, δεν μπορεί να κάνει κάτι ο